أهلا وسهلا بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نقوم بفتح الصندوق الخاص بلابتوب لينوفو إيديا باد 130-15 IKB. طبعا هذا رقم الموديل الخاص بهذا اللابتوب، وأحببت أن أؤكد على موضوع أن هذا رقم الموديل يأتي بعدة مواصفات. يعني من نفس الموديل ممكن أن يكون الرام 4 جيجا أو 6 جيجا أو 8 جيجا. طبعا اللابتوب اللي بين إيدينا هو 6 جيجا. للملاحظة، وملاحظة دائما بقدمها بكل حلقة، أنه تأكد من المواصفات قبل فتح الصندوق بجانب أو على أطراف الكرتونة. نلاحظ من هذا المكان مثل ما أننا شايفين رفقاتي وجود المواصفات الخاصة بهذا اللابتوب مع رقم الموديل، تمام؟ طبعا رح نتكلم هلأ بعد شوي عن المواصفات الخاصة فيه بعد فتح الصندوق. أصدقائي، حبيت أحطكم بالصورة أنه هذا الجهاز بيجي بدون ويندوز، بدون نظام، بدون لينوكس تماما، بيجي خالي تماما. طبعا احنا قمنا بفتح الكرتونة سابقا ونزلنا نظام على هذا الجهاز، ولا عم نعيد فتح الكرتونة لتتعرفوا على المحتويات الخاصة بهذا الجهاز دون اي تعديل او تغيير. طبعا هذا هو الجهاز بين ايدينا، منلاحظ وجود كتيبات التعليمات وفي منها باللغة العربية. بالنسبة للجهاز منلاحظ انه محطوط ضمن طبقات حماية. طبعا بعد ما اكمل استعراض محتويات الكرتونة رح اتكلم عن المواصفات الخاصة بهالجهاز ومحيط الجهاز وما الى هنالك من مداخل ومخارج. بالنسبة للشواحن اللي جاي معي هون، اول شيء بلاحظ انه في اول شاحن، وبلاحظ انه في عندي ثاني شاحن، رح اتكلم عن هذا الموضوع. طبعا هي محتويات الصندوق، ما في شيء ثاني. بنلاحظ انه عندي شاحنين رفقاتي، الشاحن الاول والشاحن الثاني. طبعا رفقاتي هدول الشواحن، واحد بالمقبس الثلاثي مثل ما انا شايفين، واحد بالمقبس الثنائي العادي، واحد بسموه المقبس الامريكي، والمقبس اللي بنستخدمه هون بالشرق الاوسط. هي ملاحظة مهمة جدا، حطوها ببالكم انه في معي شاحنين بداخل هذا اللابتوب. أما بالنسبة لللابتوب ومحيط اللابتوب، طبعا منلاحظ أنه مصنع من بلاستيك لا يترك البصمات بشكل كبير، هي بالنسبة للغطاء. أما بالنسبة لخلف الجهاز نلاحظ موضوع مهم جدا وكررت عنه باللابتوبات الحديثة، أنه عبتجي البطارية مدمجة من داخل الجهاز، لا يمكن نزع البطارية، هي ملحوظة مهمة جدا. أما بالنسبة من هي الجهة لاحظ وجود معي السواقة الليزرية ومكان القفل الخاص، يعني في بعض الناس بيقفلوا اللابتوب بالمنضدة أو بالطاولة. من هذا المكان ما عندي شيء من الأمام. أما من الجنب الأيسر بلاحظ وجود قارئ الذواكر، بالإضافة لمدخل 3.5 الخاص بالسماعة الرأس، وبالإضافة للمايكروفون بآن واحد. عندي مداخل اليو اس بي، وبلاحظ انه ما عندي غير مدخلين يو اس بي بس. نعم، مدخلين يو اس بي فقط، ولا يدعم اليو اس بي 3، فقط يو اس بي 2. بالاضافة لمخرج الاتش دي، ومنلاحظ انه ما فيه مخرج في جي اي، فقط مخرج اتش دي، وهذا الامر طبيعي لانه اغلب اللابتوبات الحديثة لم تعد تدعم الفي جي اي، وبلش موضوع الاتش دي يغزو العالم. اما بالنسبة لمدخل الشبكة، بنلاحظ وجود عندي مدخل شبكة بسرعة 100 وليس بسرعة 1000، معلومة مهمة جدا. واخيرا عندي مدخل الشاحن، مدخل الشاحن. اما بالنسبة لداخل الحاسب، بنلاحظ وجود هالطبقة هي للحماية،
الكيبورد تقريبا باللون الرمادي، أما الجهاز باللون يعني الرمادي إلى الحديدي الغامق، الحديدي الغامق. بلاحظ وجود استيكرات الكور اي 5 المعالج واستيكر الانفيديا لأنه يأتي بكرت شاشة منفصل. منلاحظ وجود آلة حاسبة منفصلة على الكيبورد. منشغل الجهاز. طبعا هلأ رح أتكلم عن بعض المواصفات الخاصة بهذا الحاسب. طبعا احنا قمنا بتنزيل ويندوز 10 على الجهاز. رفقاتي هذا الجهاز بيأتي بمعالج كور اي 5 من الجيل الثامن، احدث جيل، بتردد 1.6 جيجا هيرتز حتى 3.4 جيجا هيرتز، يعني يقوم برفع المعالجة او التردد تبعه الخاص فيه حتى 3.4. الكاش الخاص بالمعالج هو 6 ميجا. طبعا المعالج للأمانة هو رباعي النواة. أما بالنسبة للرام الخاصة بهذا الجهاز، ومثل ما خبرتكم أنه يأتي منه عدة نسخ برامات متعددة، هذا الجهاز اللي بين إيدي جاي برام 6 جيجا DDR4. أي نعم. أما بالنسبة للهارد الداخلي فهو هارد ميكانيكي عادي وليس SSD، إنما هارد عادي بيأتي بواحد تيرا HDD. أما بالنسبة للشاشة اللي بين إيدي فهي 15.6 قياسها LED Full HD. كرت الشاشة الخاص به هو انفيديا DDR5 2 جيجا بالرقم MX110. يأتي معه كرت مدمج من انتل 2 جيجا. اذا هذا اللابتوب بكرتي شاشة، كرت شاشة منفصل وكرت شاشة مدمج. الانتل المدمج للاعمال البسيطة، اعمال الوورد والمحاسبة وما الى هنالك، اما الكرت المنفصل الانفيديا يفيدك في اعمال المونتاج او الالعاب. هذه أهم الأمور وأهم المواصفات وضعتكم بها. أعود لأذكر أن كرت الشبكة الخاص به هو سرعته 100. طبعا أكيد يأتي معه بلوتوث، يأتي معه وايرلس، هذه الأمور طبيعية. يسألني البعض هل يصلح للألعاب؟ ممكن يصلح للألعاب، ولكن الألعاب المتوسطة وليست الحديثة والثقيلة والكبيرة والجديدة، لأن اللابتوبات الخاصة بالجيمينج أو الخاصة بالألعاب تأتي بتهوية أقوى من هذه بكثير. هو يصلح لأعمال المونتاج المتوسطة تقريبا. هذه أهم المواصفات أصدقائي الخاصة بلابتوب لينوفو إيدياباد 130-15i KB تماما. كنا بفتح الصندوق الخاص بهذا اللابتوب. شكرا لكم أصدقائي، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول.